اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى. التغطيه الاخباريه ما زالت مستمره معكم على اكسترا نيوز. اكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق اول عبد الفتاح البرهان ان دور القوات المسلحه هو تعزيز الامن ودعم خيارات الشعب وثورته السلميه. وخلال اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجيه الامريكي جون سوليفان، اشار البرهان الى تواصل المجلس مع القوى السياسيه للانتقال السلمي نحو الديمقراطيه في اقرب وقت ممكن. من جانبه اكد نائب وزير الخارجية الأمريكي دعم بلاده لجهود تحقيق الاستقرار السياسي بالسودان، داعيا إلى تجنب العنف والعمل على تجاوز الخلافات بين كافة الأطراف السياسية. على كل حال، عبر الهاتف تنضم إلينا الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة في الشأن الإفريقي، للمزيد من المتابعة. دكتورة هبة، أرحب بك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. نعم، كون التطورات الأخيرة في السودان ترتبط بالوضع الأمريكي، دعيني أسألك عن العلاقات الأمريكية السودانية، كيف تقيميها في البداية؟ الحقيقة العلاقات الأمريكية السودانية بتشهد تطور كبير، خاصة بعد حدوث الثورة في السودان وتطور الأمر الواقع وإزاحة البشير من سدة الحكم في السودان. الحقيقة طبعا الإدارة الأمريكية بتتابع عن كثب يعني التطورات الحادثة في السودان، وإن كنا بنشهد يعني معطيات متغيرة طوال الوقت للأمر الواقع في السودان. الحقيقة من ضمن معطيات الأمر الواقع ما حدث مؤخرا من تضارب التصريحات بين قوى الحرية والتغيير وعدم قبولها بتطورات أو بما أعلنه المجلس العسكري من إعلان عامين للمدة الانتقالية للحكم في السودان، بالإضافة إلى يعني رفضه الوقوع تحت سيطرة المجلس الانتقالي وخضوعه مباشرة إلى ما يسمى بالسيادة أو الحكم مباشرة أو رئيس الدولة السودانية مباشرة. الحقيقة هناك عدد من النقاط اللي بدأت تبرز على السطح أو تعبر عن الخلافات بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري، والحقيقة طبعا بنرصد هذه التغيرات طوال الوقت، وكان منها ظهور يعني قوى راديكالية أخرى على خط المعادلة السودانية والقوى الثورية. الحقيقة ما يعرف بوجود 180 فصيل وحزب سوداني تقدموا بورقة عمل إلى المجلس العسكري في سابقة من نوعها لتشكيل ما يعرف ب يعني ورقة للحل الجذري في السودان. الحقيقة أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها لهذه الورقة ورفضها لمطالب ال 180 حزب أو ال 180 قوى داخلية اللي أعلنت يعني انضمامها إلى المحادثات أو ما يعرف به المباحثات المستمرة بين المجلس العسكري وباقي القوى السياسية في السودان. الحقيقة هذا التطور أعقبه إعلان قوى يعني الحرية والتغيير رفضها للوثيقة اللي أعلنها المجلس العسكري ورفضها للمدة اللي اختارها المجلس العسكري. أعقبها أن المجلس العسكري وجه اتهامات مباشرة لقوى الحرية والتغيير أنها الجناح المدني لبعض المسلحين، وده اللي شفناه في التصريح الأمريكي أنه أشار أن هناك يعني استخدام للعنف أو تلويح بالعنف، وهذا ما أعلنه المجلس العسكري أن هناك مسلحين خلف جبهة الحرية والتغيير، هناك رغبة في استمرار الفوضى، المعتصمين أمام يعني القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، والحقيقة دول معظمهم شباب ولهم مطالب اقتصادية بالأساس ولا تتعلق بفكرة يعني التغيير السياسي. الحقيقة السودان لديها معطيات كثيرة، قد يكون هناك نذر بعصيان مدني واستخدام للعنف، لا أتمنى أبدا أن يحدث هذا السيناريو. نعم دكتورة هبة، أيضا من هذا فيما يتعلق بالنظرة الدولية لما يحدث في السودان، إن تحدثت معك عن الداخل السوداني، كيف يتعامل الشعب في هذه الأثناء؟ يعني هناك ربما توجيهات عديدة من الجيش السوداني بعدم أن يكون هناك مندسين للثورة السودانية، أو ما يعمل على وجود حرب أهلية في الفترة القادمة في السودان. إذن كيف يتعامل الشعب السوداني مع هذه الأنباء أو هذه التحذيرات من الجيش السوداني؟ الحقيقة حضرتك عبرتي مباشرة يعني عما كنت أقصده، أن هناك توقع لوجود أعمال عنف أو لحدوث أعمال عنف، لأن يعني هناك اتهام مباشر من المجلس العسكري وهذا هو الذي يحكم السودان الآن، فكيف تكون هذه الاتهامات دون أدلة ودون أسانيد؟ أتوقع أن لديه ما يفسر هذا التصريح بأن قوى الحرية والتغيير في السودان هي تمثل مباشرة الجناح المدني للجناح المسلح أو
للطرف المسلح الذي قد يظهر مباشرة عقب هذا التصريح. الحقيقة الشعب السوداني يعاني معاناة كثيرة وكبيرة، وشفنا أن مصر ساندت وساعدت بطائرتين محملتين بالمساعدات والأدوية ويعني المستلزمات الطبية. الحقيقة الشعب السوداني يعاني معاناة كبيرة، هناك ما يشبه العصيان المدني، لم يصل إلى الذروة، ولكن طبعا العديد من المدارس متوقفة، العديد من المتاجر التي تؤدي الخدمات للشعب السوداني متوقفة، الأدوية تتقلص، يعني وجودها غير موجودة بالسوق السوداني. الحقيقة هناك معاناة كبيرة. نتصور أن الحل السياسي وإيجاد مائدة مفاوضات والبعد عن العنف وترك السلاح هم الأساس في تهيئة الأجواء في السودان للانتقال إلى صورة سلمية وإلى الديمقراطية التي استهدفها وزير الخارجية الأمريكي. نعم، أيضا دكتورة هبة، في هذا السياق يعني من كل هذه المعطيات إلى أين تؤول الأمور في السودان؟ أتوقع يعني إذا ما عدت مائدة مفاوضات فيها عدد من البنود الاستقرار أو يعني الاستهداف المباشر لاستقرار السودان من الجانبين، سواء قوى الحرية والتغيير أو المجلس العسكري، بالإضافة للقوى اللي بدأت تظهر على السطح أو ما يتهمهم قوى الحرية والتغيير بأنهم راديكاليين وبقايا المؤتمر الوطني. الحقيقة يعني لابد أن تجمع مائدة السودان كل هذه الأعراق المختلفة، كل هذه الطوائف المختلفة، ويعني ويعرض كل منهم أهدافه وطموحاته لتطور الدولة السودانية، سواء التطور على المستوى الاقتصادي أو السياسي. أعتقد أن احنا هنصل إلى نقاط عديدة للتفاهم والاستقرار الأمر في السودان. أما إذا تحرك السلاح وتحرك ما يعرف أو ما بدأت نظره وهو ما يطلق عليه الحرب الأهلية، بتصور أن ده السيناريو الأسوأ والخطير جدا الذي قد تصل إليه السودان، لأن مقدرات دولة السودان يعني لا يوجد بها أي بنود لصراع أهلي. تصور أنه في حال إذا ما حدث هذا ستنهار كاملة الدولة السودانية، وإذا ما أعدنا يعني تدوير هذه الفكرة مجددا وأن تقف السودان على قدميها مرة أخرى، يحتاج الأمر لعقود طويلة. فما الداعي للاستدراج إلى هذا المستنقع من الفوضى والسلاح ويعني الصراع المسلح؟ أتصور أن أبناء السودان جادرين تماما بحل إشكالياتهم، ولديهم قدرة ولديهم رغبة في الاستقرار وإقامة المجتمع السوداني مرة أخرى للوقوف على قدميه عقب 30 عام من الحكم السيء الذي أطاح بكثير من كفاءات السودان. ننادي بحكومة كفاءات في السودان أو ما يطلق عليها حكومة التكنوقراط. ننادي المجلس العسكري ونناشد المجلس العسكري بالاستجابة لمطالبات المتظاهرين الاقتصادية أولا ثم السياسية. نناشد قوى الحرية والتغيير ألا تنفع أبدا لأي مطالبات إقليمية أو خارجية باستخدام السلاح واستهداف المواطنين السودانيين. نعم دكتورة هبة، في ذات السياق أيضا ما الدعم الذي تحتاجه السودان من الخارج؟ طبعا تحتاج إلى دعم سياسي ودعم لموقف المجلس العسكري المتزن. الحقيقة المجلس العسكري السوداني أثبت جدارة وأنه عند حسن ظن الجميع، وأن هناك استجابة حقيقية لكل مطالبات المتظاهرين. كلما بدأ المتظاهرين في عرض إحدى الطلبات استجاب فورا المجلس العسكري، والحقيقة ما كنتش أتوقع أبدا هذه الاستجابة السريعة. يعني كنا نتخيل أن المظاهرات ستستمر شهور، لكن أن يقف المجلس العسكري إلى جانب هذه المتطلبات الإنسانية للشعب السوداني وأن يبدأ في حوار مجتمعي وسياسي، الحقيقة ده تطور في غاية الأهمية. نتمنى أن البناء عليه، لأنه يعني بناء إيجابي، نتمنى إن شاء الله يكون في دعم دولي، دعم من المنطقة العربية، دعم من الاتحاد الإفريقي، دعم كبير يوجه من الولايات المتحدة، وكان النهاردة من ضمنها هذا التصريح اللي حضرتك سألتني عنه الخاص بوزير الخارجية الأمريكي. الحقيقة كل هذه يعني التصريحات وكل هذا الدعم يصب في اتجاه واحد، وهو دعم الاستقرار. أما إذا حدث ما لا يحمد عقباه وبدأ هناك الصراع، تصور أن السودان ستتمزق بصورة أو بأخرى. نعم، هذا من جانب. من جانب آخر يعني فيما يتعلق ب الشعب السوداني، المواطنين السودانيين، إلى أين زادت المطالب دكتورة هبة؟
الحقيقة احنا شفنا ان المطالب بدأت في البداية برفض السياسات الاقتصادية للحكومة السودانية اللي ارهقت المواطن السوداني من فرض الضرائب وارتفاع للأسعار وارتفاع للتضخم وعدم وجود انتاجية حقيقية للمنتج السوداني. الحقيقة كل هذه الامور دفعت الشعب السوداني للنزول، لم يكن الهدف سياسي، ثم تطور الهدف الى هدف سياسي. عقد هذه التطورات الاقتصادية غير المسبوقة في السودان، ارتفاع معدل التضخم، فكرة الهياكل الانتاجية الحقيقية لم تعد موجودة في السودان. الحقيقة كل ده أدى في النهاية إلى أن القيادة والسياسات التي تتبع في السودان هي سياسات فاشلة. الشعب والمواطن العادي السوداني يحتاج إلى يعني حياة فيها مزيد من الرفاهة، حياة بها المزيد من الحقوق السياسية والحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان، يحتاج إلى تفعيل مفهوم العدالة الانتقالية. كل من كان مسؤول عن الإطاحة بالسودان والعودة بالشعب السوداني إلى مئات السنين للخلف وتدمير الاقتصاد السوداني لابد أن يحاسب. تفعيل مفهوم العدالة الانتقالية في السودان الحقيقة ده من أهم المفاهيم المطروحة لدى المواطن السوداني. الحقيقة الشعب السوداني شعب عظيم وشعب عريق وله خبرات سياسية طويلة وعنده إدراك سياسي الحقيقة غير مسبوق في المنطقة. الحقيقة الشعب السوداني يثبت دوما أنه عند حسن ظن الجميع، وأنا بتصور أن فرصة يعني الاستعداء والحديث عن صراع مسلح بتصور أنها يتم امتصاص هذه الدعوة وهيكون الشعب السوداني قد مسؤوليته ويخطو بالسودان إلى الأمام. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا. الدكتورة هبة البشبيشي خبيرة في الشأن الإفريقي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.